أهلا بكم. ما الذي حصل في ليلة الأحد؟ هل هي إحدى قصص ألف ليلة وليلة أو عجائب الدنيا السبع؟ هل هي نسخة من الخندق أم خيبر؟ صورة أرعبت الأعداء وأدهشت الأنصار، وما بين الاثنين مصدوم وخائب لم يستوعب الحدث. فذريعة عدم جرأة إيران سقطت، ولم تبقى إلا روايات الاتفاق المسبق لتلفيقها وتسويقها على السذج، ونحمد الله أننا لسنا منهم. لم يراودنا الشك لوهلة منذ وقف الإمام في خطبة صلاة العيد وقالها بالحرف الباسل: سنعاقبهم، والجمهورية إذا قالت فعلت. كانت سماء الكيان صافية، لم ترصد الأنواء الجوية شيئا حتى نزل غيث المسيرات والصواريخ. أما من اعترض حركة الغيوم نحو المستوطنات فهو عميل ومتخاذل، والموقف خير شاهد. ومن كان يحاول التستر بالخفاء لن تستره أفعاله في العلن. وللحديث بقية إذا بقت للكيان باقية. أهلا بكم. إذن مشاهدينا، أرحب بحضراتكم أجمل ترحيب في هذه التغطية، وأرحب بضيوفي الباحث في الشأن السياسي والأمني الأستاذ كاظم الحاج. مرحبا بحضرتك. الله سيد الفاضل. أهلا بحضرتك. ومن لبنان عبر سكايب الصحفية والكاتبة السياسية ست ثريا عاصي، مرحبا بكم. مرحبا بكم. أهلا، شكرا على الاستضافة. أهلا بجنابكم. أستاذ كاظم، بداية، ما الذي مثله، ما هي الرسالة التي وصلت للعالم أجمع عبر هذا القصف المبارك الذي أذل الكيان الصهيوني الغاصب في عقر داره؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفتكم الكريمة، وطبعا لكادر ومشاهدي شاشة الأيام الفضائية. لا شك أن الفعل كبير، وحتما مهما كبر الفعل كثرت وازدادت رسائله، والاتجاهات أيضا ستكون متعددة. أولا، يعني الإشارة التي أشرتم إليها في المقدمة أن إيران يعني قالت وفعلت، وهذه هي المرة الأولى حقيقة في أن يكون هناك مواجهة مباشرة ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الكيان الإسرائيلي على مستوى الاستهداف المباشر، وهذا يعطينا على أننا في مرحلة جديدة في هذه المواجهة. أيضا مبدأ وحدة الساحات الآن اكتمل، بمعنى أن الدائرة 360 درجة التي تشمل محاور المقاومة من لبنان إلى سوريا إلى إيران إلى العراق إلى اليمن قد اكتملت، كل جميعها الآن مشتركة في إسناد الدعم القضية الفلسطينية والمواجهة المباشرة مع قوات الكيان الإسرائيلي. الأمر الآخر، الرسالة القوية جدا التي أوصلتها إيران إلى الكيان الإسرائيلي أنه في حال الرد سيكون هناك رد أقصى ومباشر. أيضا، والنقطة الرابعة، الرسالة لدول المنطقة التي ربما يعني ترتكب حماقة وتتيح أراضيها أو القواعد الموجودة فيها للقوات الأمريكية للاعتداء على الجمهورية أو على أي فصيل من فصائل محور المقاومة. أيضا هذا أمر مهم جدا. الرسالة الأهم للعالم على أنه لا يمكن للكيان الإسرائيلي أن يستمر في طغيانه وعدم احترامه للقوانين الدولية، وأن يمارس ما يريده من اعتداء على ممثليات قنصلية أو ممثليات دبلوماسية وغيرها من الأمور الأخرى. الأمر الآخر، هناك تصفية للحساب ما بين محور المقاومة وخصوصا ما بين الجمهورية الإسلامية وبين الكيان الإسرائيلي، وهذه التصفية قد بدأت ليلة أمس. أيضا يعني إدراكا للحقيقة التي كانت موجودة وتأكيد المؤكد الذي تم ليلة البارحة على أن محور المقاومة أثبت وجودا لا يمكن أحد أن ينكره، على أنه أصبح بشكل فعلي وواقعي وعسكري وأمني واستخباراتي وسياسي داعما ومتبنيا القضية الفلسطينية، وهو الآن ذاهب باتجاه أن يكون هناك تغيير على مستوى المواجهة داخل فلسطين، وهذا أمر مهم جدا حقيقة في رسم توازن الردع وأيضا قواعد الاشتباك الجديدة التي ستتشكل بعد هذا الرد. الرسالة الأخرى هو إظهار ضعف الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا إظهار يعني ضعف الكيان الإسرائيلي،
صدق من سماه بأوهن من بيت العنكبوت. يعني خلال الأيام الماضية، وهذه معلومة، هناك أكثر من 35 قمر صناعي فوق سماء إيران يراقب تحركات الجيش الإيراني والحرس الثوري هناك من أجل إعطاء معلومات للكيان الإسرائيلي. وليلة أمس كان هناك، ليس فقط الكيان الإسرائيلي والقبة الحديدية هي التي تتصدى لهذه المسيرات والصواريخ البالستية أو كروز، وإنما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والكيان الإسرائيلي والأردن ومصر، ومع علمهم قبل 3 أيام بتاريخ الرد، لكن الرد استطاع أن يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ويحقق أهدافه بشكل تام. جيد، إذا تسمح لي أنتقل إلى الصحفية والكاتبة السياسية الأستاذة ثريا عاصي. أجدد الترحيب بحضرتك وأسألك، ما هي أبعاد الهجوم المبارك الذي حصل ليلة أمس في المنطقة والعالم برمته؟ تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني أبعاد واضحة من مثل الرد الإيراني على اغتيال الشهيد القائد سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق. في حينها كمان كان الكلام أنه عدم الرد الإيراني أو الرد في وقت المناسب وغيره، وظهر الإيراني كما بربطات الجأش التي شهدناها بالأمس، وصوب نحو الأهداف التي قررها برد تأديبي وعقابي وتأديبي بالدرجة الأولى، ومحذرا الجميع بعدم الاعتداء على إيران أو عدم التفكير بالرد على في الأراضي الإيرانية، غير آبه بكل التهديدات الأمريكية والفرنسية والبريطانية، وحتى حذر الدول العربية التي انخرطت في الشراكة للدفاع عن هذا، عدا عن أنه كشفها للعالم أجمع كيف دافعت عن هذا الكيان الصهيوني. وكما أن يعني الرد التأديبي بالأمس أو العقابي الذي أسمونه بالعقابي كشف للعالم أن إسرائيل لا تستطيع الدفاع عن نفسها، يعني حتى منذ، وكشف العرب بتآمرهم وتواطئهم على الفلسطينيين، فكشف بأنها لا تستطيع، هي تستطيع أن تتوقح وتتجرأ بأن تعتدي على الدول العربية أجمع، ولكن لأول مرة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. مجددا أتت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، يعني احتاجت لوالديها لكي تدافع عن نفسها. يعني حتى هم الصهاينة حين ظهروا وقالوا أن معظم الصواريخ سقطت خارج الكيان أو لم تصل إلى الكيان، عفوا، حتى موقف حلفائهم كان ضعيفا وليس كان كما يتمنوه أو يتمناه الكيان الصهيوني، ضعيفا وهزيلا، بأنه يعني حتى اضطرت الولايات المتحدة أن تعلن رسميا أنه لا تسمح لإسرائيل بعدم الرد، بأن تقول لإسرائيل عدم الرد على الهجوم الإيراني. وهذا مما يعني قال للعالم أجمع بأن لإيران حق الرد على الهجوم على القنصلية الإيرانية، وبالتالي أنه كان العالم كله يتفرج حتى بهذه الدعاية بأنهم تحركوا البريطاني والفرنسي وغواصاتهم وصواريخهم بالأطلسي وبالبحر الأحمر وفي الدول العربية تحركوا للدفاع عن إسرائيل، ولكن نحن شهدنا أن الطائرات وصلت، المسيرات وصلت، والصواريخ وصلت إلى أهدافها كما حدد الإيراني.
والإسرائيلي إلى حد اليوم ما زال يقول أنه يدرس ويتدارس موضوع الرد على الهجوم الإيراني، ونفس المشهد جاي الذي شاهدناه في 7 أكتوبر أن الكيان الإسرائيلي يتعرض للهجوم، وهذا ما سمعناه حتى في العواصم الغربية الداعمة والشريكة لهذا الكيان. جيد جيد، وضحت الفكرة. إذا تسمحي لي أستاذة ثريا، أستاذ كاظم، إيران ليلة أمس برهنت للعالم برمتها أنها قوة عظمى يحسب لها 1000 حساب في المنطقة، وأوضحت ضعف الكيان الصهيوني الغاصب، وحتى موقف حلفائهم من ليلة أمس كان واضح جدا إلا القلائل. طيب، نتنياهو ختم تغريدته أمس على منصة إكس بأنه أو أنهم سينتصرون، هل يتجرأ الكيان الغاصب على أن يرد على الجانب الإيراني بعد هذا الموقف المخزي من قبل حلفاء؟ أولا نحن تحدثنا عن أن إسرائيل يعني صدق من أسماها بأوهان من بيت العنكبوت، هذا واحد. اثنين، إسرائيل منذ 6 أشهر تواجه حماس والفلسطينيين وهم لا يملكون إلا أرواحهم وكرامتهم وكبرياءهم وشجاعتهم وإيمانهم، ولم ينتصروا عليها رغم أنهم أعلنوا أهداف يعني أصبحت مستحيلة في مسألة الأسرى، رغم المساحة الجغرافية القليلة لقطاع غزة، وأيضا مسألة القضاء على حماس أو إيجاد شرخ بين القاعدة الجماهيرية لحماس وبينها كفصيل مقاوم للاحتلال الإسرائيلي، هذا من جانب. من جانب آخر، طبيعة التصدي لسبعة أكتوبر وأيضا وعده الصادق الذي حدث ليلة أمس يعني يعطي صورة واضحة عن طبيعة الكيان الإسرائيلي. ما حدث يوم 7 أكتوبر يعطينا حقيقة قوة هذا الكيان. فزع العالم كله برمته لنجدته الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا بصورة عامة، وخصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي لحد الآن لا زالت تساهم في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. أيضا ما حدث ليلة أمس قلنا قبل قليل أنه لم يتصدى الكيان بنفسه بذاته، لو كان بنفسه بذاته لرأينا أنه انهار اليوم، وربما رأينا هناك متغيرات دراماتيكية وديناميكية داخل فلسطين تحدث هذا اليوم. بالتالي نعم، الكيان الإسرائيلي يأتي في إطار الرد، لكن طبيعة الدعم الذي يقدم له يؤثر بنوعية الرد، بمعنى أنه موقف بايدن ليلة أمس بأنه نصح نتنياهو بعدم الرد سيؤثر على نوعية الرد، وأيضا تصريح المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم بأن إسرائيل لها الحرية في الرد من عدم الرد، سحب المنطقة إلى الصراع الواضح، يعتمد على نوع أمريكا الرد. بالانجرار أو التوجه إلى حرب مفتوحة في أمريكا منطقة، أعلنت براءتها وكما يقال عربيا أبرأ ذمتها، باعتبار أنها أولا قالت للجمهورية الإسلامية أنها لم تكن على علم بمسألة قصف القنصلية، وهي الآن تبرئ نفسها من أي رد إسرائيلي، وهذا يعطينا على أنه في حال رد الكيان الإسرائيلي سيكون ردة الفعل أو جر المنطقة إلى مواجهة شاملة تعتمد على أولا نوع الرد، جغرافيته، أثره، هنا سيكون يعني هل ستذهب المنطقة باتجاه المواجهة الشاملة أو لا، ستبقى ضمن يعني قواعد الاشتباك الموجودة حاليا. لذلك أعتقد أنه الكيان الإسرائيلي نعم سيرد، لكن رده ليس بالمستوى الذي يأمله الصهاينة أو يأمله المطبعون، أو ربما يراهن عليه البعض في أن يكون هناك ردا يسحب المنطقة للمواجهة الشاملة، لأن إسرائيل كما قلتم أنتم الآن يعني لا تستطيع أن تتحدى أو أن تتحمل طبيعة الرد الإيراني. لكن الإيرانيون وعدوا أنه إذا كان إذا صدر أي رد من قبل الجانب الإسرائيلي سيردون عاصم وفوري. نعم جيد، نأخذ رأي أستاذة ثريا، ما هي توقعاتك حول هل سيكون رد من قبل الجانب الإسرائيلي، وخصوصا أن أمريكا حذرت من الرد وربما سيسحب المنطقة إلى خطورة وأمور لا تحمل عقباها؟ تفضل. هي حذرت، ليس فقط حذرت الإسرائيلي من الرد، وأيضا الإيراني
حذر الولايات المتحدة من أن أي رد إسرائيلي يتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة، لأن الإيراني يعلم جيدا أن إسرائيل لوحدها لا تستطيع أن تتجرأ لا على إيران ولا على أي، يعني حتى كما ذكر ضيفك الكريم بأن حتى على المقاومة الفلسطينية باللحم الحي لم تتمكن إسرائيل من تحقيق أي هدف أو نصر ضدها، فبالتالي كيف إلى أن تواجه؟ هي أرادت من التجرؤ على إيران من جر الولايات المتحدة ومعها الأتباع الأوروبيين إلى حرب شاملة في المنطقة. يريد أن يهرب نتنياهو أو القيادة هذا الكيان من مأزقهم في غزة وجنوب لبنان إلى حرب شاملة في المنطقة، ولكن الإيراني كان واضحا حين حذر الولايات المتحدة بالمباشر بأنها تتحمل مسؤولية أي رد على الرد الإيراني، وحدد أن هذا الرد الذي أتى بالأمس كان ردا تأديبيا وليس، يعني أنتم لم تعرفوا بعد الرد القاسي الذي ممكن أن يصدر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكل التهديد الإيراني للجانب الأمريكي كان إنها إذا تدخلت أو دعمت فستكون القواعد الأمريكية تحت مرمى النيران الإيرانية. هل أصبحت القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط التي كان يعولون عليها أن تكون عامل قوة لهم في الشرق الأوسط، هل أصبحت اليوم عامل ضعف أو نقطة ضعف بالنسبة للجانب الأمريكي؟ طبعا طبعا طبعا، لأن هذا الموضوع موضوع نقاش حتى منذ سنوات، حتى منذ في المفاوضات التي أبرمها أوباما مع الإيراني حول الاتفاق النووي، لأنه يعلم مدى خطورة المواجهة التي قد تكون بمنطقة الخليج حتى وإيران، ولذلك هم ذهبوا إلى الاتفاق النووي بين الدول الخمسة زائد واحد في تلك الأثناء، ولذلك هم في خطر منذ الجريمة التي ارتكبوها بحق سليماني الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق، وكانت هناك الدعوات وظهرت بأثنائها الدعوات لسحب القوات الأمريكية من كل المنطقة، من سوريا والعراق وكل المنطقة، وكل مصالح الولايات المتحدة كانت مهددة في تلك المواجهة، ولذلك أنه اليوم أي ونحن يعني رأينا كيف أن الولايات المتحدة أتت بأساطيلها إلى المتوسط ببداية العدوان على غزة، وكيف انسحبت بعد الضربات التي تلقتها في العراق وفي لبنان والتهديدات بأنها يعني على بمرمى الصواريخ الموجودة في محور المقاومة، في دول محور المقاومة. ولذلك الولايات المتحدة تكذب حين تقول أنها لا تتحمل مسؤولية أي تهور وأي تجرؤ من الإسرائيلي، وهي شريك أساسي، وحتى بالأمس كانت شريك في الدفاع عن الكيان الغاصب، هي والبريطاني والألماني كما ذكرتم قبل قليل. والمأزق الأكثر في هذا الموضوع كان للدول العربية التي شاركت في الدفاع عن إسرائيل، مثل الأردن التي تلقت تحذيرات بهذا الشأن، والمملكة العربية السعودية دول التي تستضيف القواعد الأمريكية. هذه نقطة مهمة جدا أستاذ كاظم، ما موقف الدول العربية ليلة أمس وتحديدا الأردن التي كانت من أبرز الداعمين للكيان الغاصب، وهم
يحذرون من استخدام جوهم ويعني وعدوا بإسقاط المسيرات. هل سيضمن الجانب الأردني إسقاط المسيرات أو الصواريخ في حال لو تم قصفها من قبل إسرائيل إلى إيران؟ أولاً أن علينا أن نميز ما بين الدولة ومكونات الدولة. الحكومة الأردنية أو المملكة، الملك وحكومته هو جزء من الدولة الأردنية. يعني الموقف الشعبي الأردني واضح خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً العشر الأخيرة لشهر رمضان إلى هذا اليوم، دعمهم للقضية الفلسطينية، وهم يتظاهرون ليلياً وبصورة مستمرة وبشعارات وهتافات معروفة قرب ما تسمى بالسفارة الإسرائيلية في عمان، وبالتالي الموقف الشعبي الأردني واضح. بينما الموقف الرسمي، هذا حقيقة يقودنا إلى سؤال مهم جدا ونحن في العراق. هناك ما يسمى باتفاقية الدفاع المشترك ما بين الأردن وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى هذا الأساس تصرفت الحكومة الأردنية ليلة أمس بالتصدي للطائرات المسيرة والصواريخ التي انطلقت من الجمهورية الإسلامية. وهذا الموقف يعني حقيقة لا يبرر، أو هذه الاتفاقية لا تبرر هذا الموقف لو الأردني. لو كان الأمر بالعكس، هل تجرأ أن يسقط أحد المسيرات؟ لا حتما، يعني وادي عربة واضح في شروطه في مسألة التطبيع. أولا حماية ما يسمى بالأمن القومي للكيان الإسرائيلي، المساهمة باستمرار وجوده، الدفاع عنه، والآن واقعا وفعلا يعني هناك حصار تفرضه وحدة الساحات وفصائل المقاومة على الكيان الإسرائيلي، بينما الإمدادات تأتي من خلال الإمارات والسعودية والأردن إلى داخل الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هذا الدعم متوفر. أما لو كان الأمر بالعكس، حتما أن الأردن لن يساهم في التصدي لهذه الصواريخ الذاهبة باتجاه العراق أو باتجاه إيران أو باتجاه اليمن أو باتجاه سوريا. سوريا خير دليل على ذلك، يعني لديها حدود مشتركة مع الأردن، وهي تساهم في إدخال المجاميع الإرهابية أو استيعابهم، وبالتالي تنقل حتى القوات الأمريكية من سوريا إلى الأردن أيضا دليل واضح. وبالتالي الموقف الرسمي الحكومي للأردن حقيقة لو كان الأمر بالعكس ربما سيساهم في إطلاق صواريخ مع صواريخ صهيونية باتجاه أي موقع من المواقع التي ذكرناها، عراق، إيران أو غيرها من الدول الأخرى، وهذا الأمر ليس بالغريب حقيقة. أيضا هناك موقف معلن بالنسبة للحكومة المصرية، ويعني هم على أبد الاستعداد للتصدي إلى أي طائرات أو صواريخ تذهب باتجاه الكيان الإسرائيلي. الحجة التي رفعت أنه دخلت الأجواء وحفاظا على سلامة مواطنينا، هذا الأمر يعني غير منطقي وغير معقول. الجانب الإيراني يقول أننا أبلغنا جيراننا قبل 72 ساعة، قبل 3 أيام، وبالتالي هذا الأمر غير مبرر، وسحبوا الإيرانيين سحبوا البساط من الحكومات التي ربما يعني تتخذ مثل هذا الأمر كذريعة. أيضا يعني مسألة يعني محاولة إسقاطها داخل الأراضي الأردنية من أجل إعطاء صورة غير حقيقية لطبيعة الاستهداف أيضا لا يأتي في إطار أن يكون هناك تدخل. لذلك سيد الفاضل، فعلا وواقعا الحكومة الأردنية بملكها وحكومتها هي مشتركة مع الكيان الإسرائيلي، ليس بالتصدي للصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة، بما يجري داخل فلسطين، بالإبادة الجماعية طبعا التي يتعرض لها الفلسطينيون، في مسألة الحصار على الفلسطينيين، في يعني في مسألة محاولة تذويب القضية الفلسطينية من خلال وادي عربة، التطبيع، الاستسلام. هو لم يكن تطبيعا، يعني رأيناه الآن فعلا وواقعا رب ضارة نافعة. التصدي الذي تم من قبل الأردن من الحكومة الأردنية ليلة أمس يعطينا شيء واضح على أن الحكومة الأردنية بموقفها الرسمي هي جزء من الكيان الإسرائيلي وليس طبعا دولة مستقلة، باعتبار أنها تتعرض لنفس التهديد الذي يتعرض له الكيان الإسرائيلي وهي تدافع عنه، وبالتالي هي جزء. وهذا الأمر أيضا ينسحب ويسقط أيضا على مصر، على الدول المطبعة، الإمارات، البحرين، غيرها من الدول الأخرى. لذلك الموقف الرسمي الحكومي العربي ليس بالجديد، يعني منذ عام 1979 عندما وقع السادات في واشنطن اتفاقية ما سمي بالسلام مقابل الأرض، كان هناك إعلانا عربيا رسميا بالتخلي عن القضية الفلسطينية، بإنهاء وتذويب القضية الفلسطينية. وبالتالي ليس بالأمر الجديد أو المفاجئ حتى أن يكون هناك موقف عربي رسمي داعم للكيان الإسرائيلي. أيضا ما أشرنا إليه في مسألة الاتفاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين هذه الدول، الأمر الآخر الذي أيضا يعطينا كقراءة تحليلية كمبرر هو أن هذه الأنظمة وجودها بوجود الكيان الإسرائيلي،
بمعنى أن هذه الأنظمة لو ذهب وتحررت فلسطين هذه الأنظمة لن تبقى، لأن شرط وجودها وجود الكيان الإسرائيلي، وبالتالي هي تراه شيء وجودي بالنسبة لها وجود هذا الكيان. أستاذ ثريا، يعني في الوقت الذي لم يستطع بعض حكام العرب أن يدينوا الاعتداءات المتكررة على الأطفال والنساء في غزة، نرى اليوم وسائل إعلامهم تصف هذه الهجمات على الكيان الغاصب بأنها مسرحية. حتى ولو كانت مسرحية، هل يتجرأ حكامهم أن يكونوا عضواً صغيراً مشاركاً بهكذا مسرحي؟ هذا ما عبرنا عنه يعني في أكثر من مناسبة. حتى لو كانت مسرحية، هل يعني أفضل وأشرف من المسرحيات التي قاموا بها هم عبر الطائرات التي غزت سماء غزة ورموا المساعدات، قتلوا فيها الغزيين أو رموها في البحر؟ يعني هي أشرف من هذه المساعدات التي المسرحيات التي قاموا بها. ولأن العرب هو هذا ما أردت أن أقوله حين قلت أن إيران كشفت عن عرت العرب تماما أمام كما كان موقفها بقمة 57 قمة العاد التي قاموا فيها بالرياض. نفس الشيء، الرئيس رئيسي أتى في بالكوفية الفلسطينية وكان الخطاب السياسي الوحيد المشرف في تلك القمة، ولكن كل الكلام الآخر منذ 7 أكتوبر إلى اليوم ومنذ 48 إلى اليوم لا نرى إلا التخاذل من العرب والتآمر لتصفية هذه القضية، لتصفية هذا الشعب، وبالتالي أنه أي يعني كيف لهم أن يتجرأوا؟ يعني العيب ليس أن تكون ضعيفا أو أن يكون الرد ضعيفا، حتى لو أنا أقول أنه كان ردا عاقلا وقويا جدا، ولكن يسوده العقل في هذا الرد. بينما هم ما الذي قاموا به منذ 7 أكتوبر إلى اليوم إلا زيادة في الحصار، مساهمة في المجازر الحاصلة والتآمر على والتطبيع والمباركة الخفية. طيب إذا تسمحي لي، الإيرانيون معروفين بالصبر وهذا واضح في أغلب مواقفهم وردود أفعالهم والعقل أيضا. ليلة أمس تحدث المسؤولين الإيرانيين كثيرا عن أن استراتيجياتنا تغيرت، هل سنشهد تغير واضح في الاستراتيجية في المواقف وردود الأفعال في قادم الأيام في الشرق الأوسط وخاصة تجاه إسرائيل؟ شفنا دخولهم بموضوع مضيق هرمز، يعني بدأ الرد من مضيق هرمز إلى الصواريخ الباليستية، إلى النقب التي وصلت إلى النقب والقواعد الإسرائيلية. وبالتالي أنه الاستراتيجيات، لا، هو التهديد كان واضحا، وكانت الفترة الأخيرة 10 أيام الأخيرة كانت للدبلوماسية وللاتصالات لإقناع العالم أو يختبرون العالم بمدى مصداقيتهم بالموضوع الإنساني والسيادي والقانون الدولي وكل ذلك، اختبروهم في كل المجالات، واليوم اتخذوا قرارهم السيادي بموضوع الدخول مباشرة. هم لم يخفوا يوما دعمهم للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى التي انتصرت فيها الثورة الإسلامية في إيران، رفعوا العلم الفلسطيني على علم دولة الكيان. وما يجري في فلسطين من مقاومة مستبسلة وبطلة وكل الدعم كان من إيران، وواضح الأمر حتى لمحور المقاومة. إيران لها دور كبير في إدارة ودعم محور المقاومة من اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى 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 سوريا وفلسطين. وبالتالي لا، دخلت هي بالمباشر لأنها كانت
كل السنوات الماضية كانت المواجهات إن كان في العراق ولا في سوريا أو في اليمن أو في غزة، ولكن اليوم بالمباشر تعرضت إلى الإساءة وإلى ضربة مباشرة على أرضها، وردت تأديبيا على كل، يعني نحن منذ 8 أكتوبر و7 أكتوبر ونحن نسمع القيادات الإيرانية وتقول أنه بدأ ينفذ صبرهم على المجازر والقتل والتدمير الحاصل في والإبادة الحاصلة في غزة. واليوم حان الوقت، ولكنهم لم يتوقفوا عن الدعم، ولكن اليوم صارت المواجهة مباشرة، لأنه امبارح سمعنا أنه أوقفوا باخرة أو سفينة إسرائيلية، يعني أغلقوا مضيق هرمز بهذا المجال، يعني صار الحصار وصادرها. هذا أيضا موضوع مهم أريد أن أناقشه، موضوع احتجاز ومصادرة الباخرة الإسرائيلية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هناك من يراه أنه فيه رسالتان، الأولى هو أنه نستطيع أن نسيطر، رسالة لإسرائيل أنه نستطيع أن نحاصركم من جهات عدة، والثانية لدول الخليج واضحة المضمون. بالنسبة لدول الخليج موقفها واضح حقيقة، يعني من القضية الفلسطينية، وهو مسألة التطبيع وعدم الاعتراف بتحرير كامل الأرض الفلسطينية، حتى ما تسمى بمبادرة السلام التي تبنتها السعودية هي كانت ولا زالت وستبقى حبرا على وراء. علما أنه أسر الباخرة كان من قبالة السواحل الإماراتي. نعم، وبالتالي يعني هذا الموقف ليس بالجديد. الأمر الآخر يعني رسالة محور المقاومة بصورة عامة وإيران بصورة خاصة، أعتقد أنها واصلة قبل مسألة الباخرة، لأنه أنصار الله نقلوا مسرح وجغرافيا العمليات من البحر الأحمر وخليج عدن إلى البحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي، وبالتالي هذا يعني يتعدى حتى مسألة مضيق هرمز. الأمر الآخر يعني الملاحة أو حركة التجارة في البحر الأحمر من خلال قناة السويس، أيضا كانت هناك رسالة واضحة فيما يخص السفن الإسرائيلية أو الداعمة للكيان الإسرائيلي، هذا من جانب. من جانب آخر عراقيا كانت هناك أيضا رسالة واضحة باعتبار أن هناك أهدافا داخل البحر المتوسط من العراق تم استهدافها من خلال فصائل المقاومة الإسلامية، وهذا أيضا يوصل رسالة في مسألة الغلق والحصار. ما تم ليلة البارحة هو حركة ذكية من قبل حرس الثورة في الجمهورية الإسلامية، لماذا؟ لأنهم يعلمون جيدا أن هناك ردا إيراني، وبالتالي هم يعلمون جيدا أن هذا الأمر سيؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الكيان الإسرائيلي أو الدول الداعمة له أو القواعد الموجودة في الخليج، وخصوصا قاعدة العديد في قطر. نعم. هذا من جانب. من جانب آخر بمعنى أن الحرس الثوري لا يخضع للتهديدات أو الضغوطات، أو لا يمكن أن يمرر الشيء الذي يعرفه حتى وإن كان مغطى بشيء آخر، بمعنى أنه يعلم أن هذه سفينة إسرائيلية لكنها تحمل العلم البرتغالي. الحرس الثوري ممكن أن يقول أن هذه سفينة برتغالية وتمر الأمور، لكنه أثبت واقعا أنه لا يمكن لأي مسمى إسرائيلي مهما كان العلم الذي يرفع فوق هذه السفينة أن يمر من هذه المنطقة. وهنا تحديدا نجد أن إيران ومحور المقاومة هم حاكمين قبضتهم لكل المضائق الموجودة في المنطقة باستثناء مضيق البسفور، وهو يمكن الوصول إليه، بمعنى أنه مضيق جبل طارق ممكن الوصول إليه، قناة السويس ومضيق باب المندب ممكن الوصول إليه، هرمز يوم أمس كان هناك يعني موقف واضح وصريح. لذلك هنا أهمية الرد الإيراني، هنا أهمية ما يقوم به محور المقاومة، هنا أهمية تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن الكيان الإسرائيلي. نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية في موقف ضعف، فعلها وواقعها وحركاتها وسلوكها على الأرض يؤكد أنها ضعيفة. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية قوية وتشعر بأنها تستطيع أن تواجه محور المقاومة وإيران بصورة خاصة، لما سمحت للحرس الثوري أن يقطر هذه الباخرة ويذهب بها إلى الموانئ الإيرانية، ولم يسمح لأنصار الله أن يمارسوا هذا الدور، وأيضا لم يسمح لفصائل المقاومة سواء في جنوب لبنان أو في العراق بأن يدوا هذا الدور في مسألة القضية الفلسطينية.
لذلك إيران وأيضا تهديد للخط البري من الإمارات إلى السعودية طبعاً إلى الأردن إلى إسرائيل. طبعا لذلك إيران عندما تقول أننا سنرد وبقوة وبحسم تنطلق من هذا الواقع أنه أمريكا لا تستطيع الرد الآن، ليس على مستوى وضع داخل انتخابات ووضع الحزب الجمهوري أو الديمقراطي لا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كمؤسسات لم تكن كما كانت سابقا، فضلا عن أن أمريكا الآن يعني ليس فقط الشرق الأوسط الذي يشغله، هناك أوكرانيا، هناك الصين، هناك أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية، كلها هذه عوامل استنزاف لقوة ووحدانية إن صح الوصف الولايات المتحدة الأمريكية وتحكمها بمقدرات العالم. لذلك مسألة القطر ليست بالغريبة وليست بالعجبة، وحتما أنها لن تكون الأخيرة. الكثير من الدول لم تدين الهجمات الإيرانية ليلة أمس، ما الذي يضيف لهذه الهجمات من شرايين؟ مثلا تحدث عن الجانب الروسي. طبعا يعني اليوم كان هناك تصريح لممثل روسيا في الأمم المتحدة قال في أن الكيان الإسرائيلي يطلب أن ندين الهجمات الإيرانية على الكيان الإسرائيلي، بينما لم نراه ولو لمرة واحدة يدين الهجمات الأوكرانية على الجانب الروسي. هذا جانب، يعني جانب التعامل بالمثل. الأمر الآخر ما قامت به إيران هو وفق القانون الدولي، هو حق الدفاع عن النفس وتحديدا المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الحق يتيح للجمهورية الإسلامية بمواجهة أي دولة تعتدي على أراضيها على سيادتها، فضلا عن أن هناك بعدا إنساني في هذا الاستهداف لا نستطيع أن نتخطاه، وهو دعم القضية الفلسطينية. والآن العالم برمته حقيقة يعني يشهد تغيرا جذريا في مسألة المواقف الشعبية تجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وأيضا يعلم الجميع أن ما تم في دمشق من استهداف للقنصلية الإيرانية هو أيضا انتهاك للخطوط الدولية الحمر في مسألة استهداف أعيانا مدنية كالقنصلية والبعثات الدبلوماسية، وبالتالي هذا الرد يأتي في هذا الإطار. لذلك لم نرى هناك إدانة. من دان هو لم يدين، بمعنى أن أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا دانت الرد الإيراني على داخل الإسرائيلي، رغم أنه لم يستهدف قنصليات أو بعثات دبلوماسية وإنما استهدف أهدافا عسكرية، بينما إسرائيل الكيان الإسرائيلي استهدف بعثة دبلوماسية ولم تدين. لذلك من دان لم يدين، ومن لم يدين لم يدين، بمعنى أنه لم يدين ما حدث في مسألة السفارة القنصلية في دمشق هو الآن أيضا لا يدين مسألة حتى الإدانات البعض يراها كانت ضعيفة، مثل الإدانة البريطانية أنه ولحقوها بأننا ملتزمون مع حلفائنا بالمنطقة مثل العراق وسوريا وغيرهم. يعني هذا الخطاب الدبلوماسي بفعل واقع، نحن نتحدث الخطاب الدبلوماسي الآن لم يعد ينطلي على الشعوب، يعني مسألة الالتزام غيرها من الأمور الأخرى. حتما هم سيحمون هذه الأنظمة التي تحدثنا عنها على أنها ترى نفسها جزء من هذا المحور، محور الشر، لكن الشعوب يعني الآن الخطاب أصبح واقعي. يعني هناك إبادة جماعية تحدث داخل فلسطين، هناك قتل، هناك تجويع، هناك قطع المياه، هناك استهداف لكل مقومات الحياة، الجانب الصحي يستهدف بصورة مباشرة، وبالتالي مسألة البقاء على يعني التعهدات أو الاتفاقيات أو غيرها من المسميات الأخرى هذا أمر خطاب دبلوماسي لا يؤثر في مواقف الدول، وخصوصا مواقف دول محور المقاومة وفصائل المقاومة، ولن يتأثر أيضا بما تريده ما يريده الكيان الإسرائيلي تجاه المنطقة وتجاه إيران. جيد أستاذة ثريا، تفردت الجمهورية الإسلامية ليلة أمس بالرد المزلزل على الكيان الصهيوني دون الاستعانة المباشرة بفصائل المقاومة في المنطقة، رغم استطاعتها يعني أن تجعلهم يشاركوا في هذا الهجوم. ما هي الأهداف والغايات؟ لا، هي أرادت أن ترد برجالها كما عبر السيد الخامنئي قائد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية، ولكن حصلت مساندة بنفس اللحظات. نحن سمعنا أخبار عن رشقات صاروخية من جنوب لبنان إلى مواقع أهداف عسكرية في جولان السوري المحتل، وأيضا هذه الرشقات كانت مستمرة على مدى هذه الأيام، يعني لن تتصاعد حدتها.
لا في نفس اللحظة في نفس اللحظة التي انطلقت فيها الصواريخ والمسيرات الإيرانية انطلقت صواريخ من رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه أهداف عسكرية في جولان المحتل، وأيضا انطلقت من اليمن صواريخ، لا أدري إذا كان من المقاومة العراقية، ولكن لا كان الموقف الإيراني واضحا وصريحا منذ اللحظة الأولى للاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق، بأن إيران هي التي سترد وسترد ردا قاسيا ومؤدبا عقابيا ومؤدبا للكيان الأزعر كما نقول باللبناني، يعني للكيان الإسرائيلي الأخرق. ولذلك أنه لم يكن هناك من حاجة، لأن الجبهة مفتوحة من جنوب لبنان والعمليات من العراق كانت مستمرة، والأنصار الله يقومون بما يجب أن يقوموا به، ولكن بالأمس كان الرد إيراني بالمباشر، كما الحركة السابقة كانت للإيرانيين بالاتصالات مع كل العالم ليقفوا أمام مسؤولياتهم في خرق القانون الدولي والأعراف الدولية. ولذلك كان الرد كان يجب أن يكون إيرانياً وبالتوقيع الإيراني ومن الأراضي الإيرانية، يعني حتى هناك رسائل عديدة ونسمع شروحات مفصلة في هذا الموضوع، حيث أن كانت هناك رسائل بأنهم يستطيعون أن يطالوا أبعد نقطة في فلسطين المحتلة من كل الجغرافيا الإيرانية، انطلقت صواريخ وانطلقت مسيرات وغيره. هذا أستاذة ثريا، بعد أن انكشف للعالم خرافة الجيش هم الحديدي واتضح بأنه جيش كارتوني هزيل، هل خيار الرد بيد نتنياهو لوحده؟ لا طبعا، ولذلك كان منذ اللحظة الأولى لإعلان الرد الإيراني كان الأمريكي اتصل بنتنياهو أو بالإسرائيلي وقال له أن لا ترد قبل أن يكون التنسيق فيما بيننا. حتى حين انتهى الرد الإيراني الأمريكي أعاد وقال له بأن لا ترد قبل أن يكون التنسيق بيننا، لأن الإيراني منذ اللحظة الأولى والكلمة الأولى وجه المسؤولية للأمريكي، حتى لو سارع الأمريكي وقال أن لا نتحمل مسؤولية الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق. أستاذة ثريا، لا تسمحي لي، الوقت بدأ يداهمنا بنصف دقيقة. أستاذ كاظم، توقعاتك لسيناريو الأيام القادمة باختصار شديد. أولا، تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم الكيان الإسرائيلي في أن يكون هناك رد واضح وصريح سيؤثر. موقف بريطانيا وفرنسا أيضا سيكون مؤثر، بمعنى أنه حتى لو كان هناك ردا فلن يكون بالرد الذي كان يتمناه نتنياهو أو الرد الذي يتمناه المطبعين مع نتنياهو. الباحث في الشأن السياسي والأمني الأستاذ كاظم الحاج، شكرا جزيلا. شكرا لكم سيدي الفاضل. شكرا لكم جنابك. وأيضا عبر سكايب من لبنان الصحفية والكاتبة السياسية ثريا عاصي، شكرا جزيلا لكم. شكرا. إذن مشاهدينا، الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.